استقبل وادي الفروسية والذي طورته وزارة الداخلية مؤخرا نهائيات بطولة الجمهورية للفروسية في ظل إشادة واسعة من المشاركين بالإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها الوادي وإسهاماته في تطوير رياضة الفروسية في مصر، وبالدور الكبير الذي تلعبه وزارة الداخلية في الارتقاء برياضة الفروسية والذي تجلى في دقة التنظيم وتطور الملاعب والمرافق الموجودة بالوادي. المزيد نتابعه في التقرير التالي. تتهادى الخيول ويتبارى الفرسان على مضمار وادي الفروسية في نهائيات بطولة الجمهورية للفروسية، بعد أن هيأته وزارة الداخلية وطورته لاستقبال مسابقات الفروسية محليا ودوليا. شايف في تطورات كثيرة جدا في وادي الفروسية، ومن أراضي جديدة، من تجهيزات، من نظام عمل. عندي حالة انبهار كده بالمكان والتنظيم، من أول الدخول للباركينج الأرض ممتازة، وده بيساعد الولاد كتير. على ضفاف بحيرة عين الحياة بمنطقة عين السيرة بالفسطاط، ثلاث ملاعب رئيسية بمواصفات دولية وثلاث ميادين إحماء، استضافت 342 فارسا في مباريات الفروسية و36 فارسا في التقاط الأوتاد. النادي عامة مجهز بمستوى عالي جدا، فبيبقى مريح لكل الألعاب، يعني سواء التقاط الأوتاد أو الفروسية، القفز أو الدراساج، يعني كل لعبة بيبقى ليها الأرض المناسبة ليها، فالموضوع لطيف جدا. المدرجات كانت مجهزة بشكل ممتاز في الحقيقة، كانت مقرباك من الأرض كفاية، مخلياك تحس بجو الأرض، تحس بإحساس الحس اللعيب كده، إحساسك اللي أنت فعلا أنت اللي بتلعب مش اللعيب. كافة السبل التي تساعد على توفير أجواء تنافسية ذات مقاييس عالمية تتوفر هنا. فندق مجهز لإقامة اللاعبين، وسيارات إسعاف بتجهيزاتها من الأطقم الطبية، وسيارات كهربائية لتنقل الجماهير بين جنبات الوادي، فضلاً عن مطاعم وكافيتريات. من ساعة ما دخلنا من البوابة في ناس بيدخلونا من بره بيجهزونا للبطولة، والأوتيل اللي موجود هنا حلو جدا، متنظم جدا، وفكرة حلوة جدا هم يعملوا ملعب جنب الأوتيل عشان البطولة بتبقى 3-4 أيام للنهائي. الكلام ده كله بيساعدنا إن احنا نأدي أداء أحسن في البطولة ونعمل أحسن حاجة عندنا. وتم توفير اسطبلات ذات سعة كبيرة لإيواء الخيول، مع توفير خدمة بيطرية ملائمة لها، وهو ما يساعد على إراحة الخيول المشاركة بعيداً عن عناء التنقل. بدون نقاط جزاء 45-69. غرفة الحكام صممت بطريقة تساعد على رؤية زوايا أفضل لكافة الملاعب، وهو ما يساعد الحكام على أداء تحكيمي أفضل في كافة البطولات. احنا بنفخر أن عندنا مكان زي ده في مصر، يعني مكان متكامل من كل حاجة، سواء أراضي أو منصات تحكيم. وإحنا بنشكرهم جدا على الميادين اللي ادوها لنا، وعلى الاسطبلات، وعلى الأماكن الممتعة اللي هي فخر لرياضة الفروسية في مصر. المكان ده فعلا شرف لمصر والمصريين بجد وللفروسية كلها. المكان احنا بقينا بنفتخر ان احنا موجودين هنا. فخور بالدعم اللي مقدمه وزاره الداخليه، دي حاجه جميله جدا لرياضه الفروسيه، وعرفت دلوقتي كمان ان هيكون في دعم لرياضات ثانيه في الخيل، ودي حاجه يعني هتضيف كتير قوي للحصان العربي والحصان المصري بشكل عام. وزاره الداخليه طورت وادي الفروسيه ليستقبل المنافسات ليلا من خلال منظومه اضاءه متطوره زودت بها الملاعب. ختام فعاليات المنافسات التي تواصلت على مدار أيام كانت مراسم تتويج الفائزين في مختلف منافسات البطولة، وبحضور وزير الشباب والرياضة، حيث تم توزيع الجوائز عليهم ليكون ختاماً ناجحاً لبطولة الجمهورية للفروسية لهذا الموسم،
على أرض وادي الفروسية. حاجة الحقيقة نفخر بيها، وإحنا إن شاء الله يعني نفخر نجيب كل الفروسيان بتوع العالم وكل واتحاد الفروسية والحكام والمواقفين من الاتحاد الدولي يجي يشوفوا مصر عاملة إيه ووزارة الداخلية عاملة إيه في قطاع الفروسية. مبروك على يعني هذا الصرح العملاق اللي فعلا هيساعدنا لتطوير كبير جدا في رياضة الفروسية ومستواها مع الاتحاد المصري للفروسية. فكل الشكر والتقدير لوزارة الداخلية اللي دايما في عملنا في وزارة الشباب والرياضة في الحقيقة في تعاون كبير جدا في كل المجالات الرياضية والشبابية مع وزارة الداخلية. قيام وزارة الداخلية بتطوير وادي الفروسية منشآت وملاعب ومرافق ساهم في أن يكون الوادي ملتقى لمنافسات الفروسية محلياً ودولياً، وهو ما تسعى إليه وزارة الداخلية الارتقاء برياضة الفروسية في مصر. عبدالله بركات، التلفزيون المصري.